قد لا تجد منزلا في سوريا لم يطاله الموت، ولكل عائلة هنا في ريف حلب قصة وموعد مع الحزن. يلفها السواد استقبلتنا أم عمر محاطة بصغار أبنائها وأحفادها، لها 11 ولدا والكثير من الأحفاد، لكن غاب عمر ابنها البكر فغاب معه الفرح. ليش تيتا عم تبكي بتعرف؟ ليه؟ ما بتعرف ليه تيتا عم تبكي؟ لا. وين عمر؟ ها؟ وين البابا؟ في الجنة. في الجنة؟ ايه، ها صور. صور مين؟ صور عمر. عود، مين عمر؟ قتل عمر يتم 3 أطفال لم تتخطى أعمارهم أصابع اليد، لا معيل لهم سوى أم عمر والقليل مما يحصلون عليه من فاعلي الخير وبعض الأقارب. كان بديش يفوت على الضيعة أمو لأولو، استشهد هو وخمسة، أنا ما ردت يطلع. هو يقول لي يعني خلي الجيش يفوت على النسوان يعني. بدت نادمة أم عمر، فبالنسبة لأم ثكلة بين الحياة والموت هي تلك اللحظة التي يكون بإمكانها أن تردع ولدها ولا تفعل، فيذهب ولا يعود. نتعذر منها لفتح جرح لم يندمل في هذا اللقاء. ما توخزينا برجع عايشك هالله. ما بيروم من بالي، كل دي أبكي عليه، الله لا يحرق لك قلب. وين بابا ملاقي؟ وين بابا؟ هالجني إن شاء الله. قد يضمي القلب حزن أم عمر، لكن المأساة أن هؤلاء الأطفال يظنون أن الجنة هي مكان سافر إليه والدهم، فخزنوا فيديو لأجمل لحظاتهم ظنا أنه سيعود قريبا. الله ينتقم منه، الله يصطفل فيه، الله يحرق فؤاده وأولاده. بس الله يبعج قلبه مثل ما عم ببعج قلبها لأمها. هي قصة أم عمر، لكن في سوريا أكثر من 60 ألف قتيل. ريما مكتبي العربية، حلب، سوريا.